معجزات الله مستمرة حتى الآن، يعني نحن نعلم أن هناك معجزات، لكن هل في عصرنا الحديث تحدث المعجزات التي يستنبط منها أن هذا يعني من أمر الله سبحانه وتعالى؟ تستمر الكرامات حتى الآن موجودة، ولا كما يقال كانت في التابعين وفي أولياء الله الصالحين، أما الآن فلا يعني نجد هذا؟ والله سؤالك ده، كنت مرة في مجلس مع الإمام الراحل الشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه، شيخ الأزهر الأسبق، وكان من أولياء الله العارفين. الشيخ عبد الحليم محمود كان كان من شيخ أولياء الأزهر، الله العارفين. كان من أولياء. كنت جالسا في بيته، وجاء أحد الإعلاميين والمحاورين له يسألونه، فسألوا نفس السؤال. يقول له: في عهد الرسول وعهد الصحابة والتابعين والسلف لا شك توجد الأولياء وكرامته، لكن هل أنا موجود أحد منهم؟ قال لهم: نعم. انتظروا، يقول لهم اسم هذا عن نفسه، قال لهم: موجود. قالوا: زي مين؟ قال لهم: زي الشيخ محمد زكي إبراهيم رائد العشيرة المحمد. يعني الشاهد ان في العصر الحاضر من طبقوا المنهج القرآني آمنوا وكانوا يتقون، استمروا على تقوى الله، ظهرت على أيديهم بعض الكرامات، لأن الكرامة عبارة عن إعانة من الله يعين بها وليه في أمر من الأمور. كان البعض يتحدث أنه مولانا فلان الفلاني نذهب إليه فيقول لنا أحوالنا ويخبرنا بما لم نعتقد أنه يعلمه، ثم يدبر لنا أمور، ما افعل هذا ولا تفعل هذا، يوجهنا إلى هذا أو هذا دون أن يعرف. هذا مقام الكرامة ولا مقامات أخرى؟ من أين يدرك الإنسان أو المريد أو أيما كان أن هذا يعني له بظاهره، أم أن هناك شيء آخر يحسب عليه الأمر؟ والله ده أمرين بقى. الأمر الأول اللي بأرفضه أن يدعي أحد الغيب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الأمر الثاني التنبيه والتوجيه. ممكن ينبهني بشيء يقول الله قد فتح عليه وألهمه، لا مانع من هذا. وقد يكون الإلهام في الرؤية، كما ضربنا المثال بالإمام العارف بالله الشيخ عبد الحليم محمود، لما حمل رؤية بأن جيش مصر عبر قبل حرب العبور، فراح للرئيس السادات ونقل إليه الله يرحمه هذه الرؤية، وقال له: توكل على الله وخذ قرار المعركة. قال: ما دام الأمر كذلك، أخذ قرار المعركة ووقف من منبر الأزهر وخاطب الملوك والرؤساء والشعوب وقال: حرب في سبيل الله، من خاضها ومات فهو شهيد له الجنة، ومن نكص على عقبيه مات على شعبة من شعب النفاق. فتحقق النصر وتحققت الرؤية وحقق الله النصر وحدثت العبور الذي كانوا يقولون لا يتم إلا ب15,000 شهيد، تم العبور ب200 شهيد فقط فضلا من الله بالله. وكان هذا في شهر رمضان الذي نحن فيه، وهو شهر النصر بمعنى الكلمة.